جزاكم الله خيرا. هل تجوز التجارة في الأقمشة الخفيفة الحريمي إذا كان معروفا أن بعض الناس يسمح لأهله بالخروج بها؟ لا يجوز استعمال الأقمشة الخفيفة التي لا تستر المرأة إذا علم أنهم يخرجون بها للأسواق، فإن هذا محرم لأنها لا تستر وتكون من النوع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وذلك بأن تلبس لباسا لا يستر، إما لشفافته وعدم ستره ما وراءه، وإما لضيقه، وإما لانحساره عن الأعضاء، حيث تبدو أعضاء المرأة ينحسر عن ساقيها أو عن يديها وعن ذراعيها وعضديها، فهذا لباس محرم لأنه لا يستر المرأة. ولا تجوز الإعانة على المعصية، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا علم من عادتهم أنهم يستعملون هذا في الخروج للأسواق فإنه لا يجوز ترويجه وإعانتهم عليه. نعم.